سامحونا الله يخليكم والديكم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا والله من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، تبا لهم لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوهم بين مأسور ومقهور ومقتول بسيف عنادي. هذا بسام الرب وهذا بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد، وهل يجدي أسى لهفي على موسى بن جعفر، لهفي على موسى بن جعفر علة الأمجاد لجادي، ما زال ينقل في السجون معانيا عض الحديد ومثقل الأصفاد، قد قطع الرشيد عليه فرض صلاته، قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسرا وأظهر كامن أحقاد. يبا ما سمعت عن خبر هارون الرشيد، لا رشد لا أمر طاغوت وعنيد، لما نتملك فعل كل ما يريد، طغى الجبر كفر للرب عانده، أظهر الإسلام واضمر للكفور، قال أريد الحج لكن حيلة ومكر، مو مقصد الحج لكن قصد يمر بالمدينة، ولا خفاكم مقصده، هذا مقصوده أنيت أبدا ما خفى مولاي،
هذي نيته ومقصوده ابدا ما خفى سار يطوي البيد وللراحة نفى وصل طيبة واجى القبر المصطفى وشاف موسى بحضرته وبمشهده شب قبال قبر سيد الرسل نادى يا ابن العم اريد افعل فعل احبس ابنك موسى ما طوله عدل حيث موسى يريد حكمي فسده شتف الكاظم المهيوب النفيل دز على ناقه دزل البصره اعلى ناقه من الهزيل اخ وصه الجمال حين اللي يصال يحط واليها بسجن ويقيد يا اهل المدينه وين راحت مرجلتكم يلا يا اهل المدينه وين راحت مرجلتكم ما بين اظهركم عجاب يؤسر ولدكم ما جنكم المشهور والعالي مثلكم ما بينكم موسى ابن جعفر ياخذون والعجب منكم يا بني هاشم رضيتون موسى ابن جعفر ينعسر وانتو تشوف ما تنهضون وتهلكون ننذل هارون موسى ابن جعفر من بلاخ تخلصون ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون نجتمع هذه الليلة أيها الأحبة لنعيد ذكرى عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى إمامنا استشهاد إمامنا الكاظم سلام الله عليه. لماذا نجدد ذكرى الكاظم وبقية أهل البيت سلام الله عليهم حتى يعيش الكاظم وأهل البيت في أوساط حاضرنا؟ فما أحوجنا إلى هذه القدوة الطيبة الطاهرة، ما أحوجنا إلى وجود مثل هذه الشخصية الفذة في أوساطنا حتى نستلهم من سيرته سيرة توصلنا إلى الله، ومن نهجه منهجا يأخذ بأيدينا إلى مرضات الله، ومن دروسه وعبره ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. الإمام الكاظم انطلقت مسيرته من شهر صفر عام 128 أو 129 في منطقة الأبواء. الأبواء هي القرية أو المنطقة التي تحتضن قبر أم رسول الله صلى الله عليه وآله آمنة بنت وهب.
هذه المنطقة تقع بين مكة المكرمة وبين المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم بالوصول. الإمام الصادق سلام الله عليه نوخ برحله وضعنه في هذه القرية في هذه المنطقة، يقال أثناء رجوعه من الحج، وهناك جاءته البشارة بولادة الإمام الكاظم سلام الله عليه، فأتى إلى هذا الوليد، حمله على صدره، قبله، أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى، ثم أقام عليه السنن والمراسيم الإسلامية، ثم دعا الناس إلى الطعام، الطعام عاما، إطعام الناس 3 أيام الناس تأكل من طعام الإمام الصادق بمناسبة ولادة الإمام الكاظم سلام الله عليهم. الإمام الصادق إلى كلمة رائعة وكل كلامه رائع، ولكن هذه الكلمة تخص من؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه. يقول: لوددت أمي لوددت أن ليس لي ولد غيره. ليش؟ مو عندك أولاد كثر؟ الإنسان يتمنى أولاد أكثر، بس تريد الإمام الكاظم، وعندك أمنية أن ما يكون عندك إلا هاي الولد، هذا الولد. يقول: لوددت أن ليس لي ولد غيره. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: لئلا يشركه في حبي أحد، حتى يكون حبي كل لهذا الولد وما يجي أحد ثاني يشارك في حبي وقلبي. لماذا؟ لأنه يحب في الله ويبغض في الله، وهذا هو حجة الله من بعده. الإمام الصادق تكفل بابنه وأولاه برعاية خاصة، والإمام الكاظم يشب ويترعرع في أحضان أبيه سلام الله عليه، حتى كان نسخة ثانية طبق الأصل من الأولى. أنا ما أريد أقول نسخة ثانية وما أريد أقول شخصية ثانية، في الواقع أهل البيت جميعا نور واحد. لاحظ القرآن حينما قال عن أمير المؤمنين: وأنفسنا وأنفسكم، لم يقل كأنفسنا، لا أنفسنا، إحنا شيء واحد. علي هو رسول الله، يعني هو محمد صلى الله عليه وآله، حتى لا أحد يجي يفلسف الكلام بعد، هم يدعون الرسالة لمنه؟ لعلي. ها؟ علي ومحمد عليهم السلام شيء واحد، نور واحد، روح واحدة في قالبين. لاحظ، وهكذا بقية الأئمة سلام الله عليهم. فالإمام الكاظم أخذ من تقوى أبيه وعلم أبيه ودين أبيه وخلق أبيه، فمثل شخصية أبيه في جميع الجوانب. فكما انشغف الناس بحب الإمام الصادق، مالوا من بعده إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم بعد رحيل أبيه من دار الدنيا، على أن إمامته لم تتجاوز 35 سنة، ما عدت 35، مع ذلك عاصر في هذه الفترة 4 من حكام الجور من بني العباس. 4 منو؟ الدوانيقي، المهدي، انتوا سمعوا الأسامي، المهدي، الهادي، الرشيد. ذاك ليس بمهدي وذاك ليس بهادي وما كان الرشيد رشيد. 4 من حكام الجور، كل واحد منهم يصب الويلات بعد الويلات على رؤوس أهل البيت عامة وعلى رأس الإمام الكاظم خاصة.
لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى الإمام الكاظم أنه هو صاحب الوصية، هو صاحب الأمر في أهل بيتك، وبالتالي له مقام، وهم لا يخرجون عن أمره وإرادته. وبالتالي كلما ينهض به الثوار أو أصحاب الإمام الكاظم، المحرك لهم شنو؟ واحد، وهو الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم في عصره استجدت أمور، في عصره نشأت تيارات منحرفة، ولو أن هاي التيارات لم تندثر إلى اليوم آثارها باقية. وأخطر هذه التيارات اثنين: التيار الأول الذي يقول بأن الله جسم، الله له يد، له وجه، له رجل، له بطن، له هاي تيار جاء ينادي بهذا الكلام ويستدل بالقرآن، فمثلا يأتي يد الله فوق أيديهم، ها بعد ما يقبل أن يؤول الآية، يقول لك لا هذا صريح القرآن، أنا إذا قلت لك جيب ماي بعد أنت تتأول تروح تجيب عصير، جيب ماي، فهذا ظاهر الكلام. والقرآن يقول يد الله فوق أيديهم، وبالتالي يعني القرآن يثبت شنو؟ أن لله يد. فإذا كان له يد وله رجل وله وجه وله وله، يعني شنو؟ يعني جعل الله مجسما. بس أكو مشكلة، الناس ما راح تقبل منهم، ليش؟ لأن صريح القرآن ليس كمثله شيء، وبالتالي الناس لن تقبل. فجاءوا بمحاولة، يعني هاي المحاولة هي مغالطة، هي شبهة، بل تعمدوا المغالطة، خبث موجود. إيش قالوا؟ قالوا الله صحيح، نحن نقول له يد، لكن ليس كالأيدي، له وجهون لكن ليس كالوجود، له قدمون لكن ليس كالأقدام، له بطنون لكن ليس كالبطون، وهكذا. يعني بعبارة مختصرة، هو جسم لا كالأجسام. عجيب، حتى تخادع الناس البسيطة. وهكذا انخدع كثير من الناس بمثل هذا التيار المنحرف. التيار الثاني هم زاد الطين بلة، مو فقط قال بأنه الله جسم، لا، وإنما قال تجوز عليه الحركة، بل أكثر من ذلك، مو تجوز، الحركة تقع منه، فهو متحرك، مرة يكون بالسماء السابعة ومرة يكون شنو؟ بسماء الدنيا، فينزل ويصعد ويتحرك يمينا ويتحرك شمالا. الإمام الكاظم حارب هذا الفكر، قال لهم الويل لكم، أنتم تجعلون من الله حادثا لا قديما، والحادث مخلوق وليس خالقا. فالإمام تصدى لهذه التيارات المنحرفة بكل جهده، بكل قوته، بل أكثر من ذلك، أخذ أصحابه وأصحاب أبيه، أمثال هشام بن الحكم، هشام بن سالم، مؤمن الطاق، وأمثال هؤلاء، ورباهم على أفضل ما يمكن أن يكون، وأغدق عليهم من علومه، ووجه علومهم فيه تخصصات، ثم أطلقهم في المجتمع تيار إيماني ثقافي رسالي ضخم كبير جدا، يدفع الشبهات والمغالطات عن الدين. اتصور الآن الخلافة تحكم الناس، الخليفة يحكم الناس، بأي اسم يحكمهم؟ باسم الإسلام، صحيح لو لا؟ يحكمون المسلمين باسم الإسلام. إذا كان صدق هذا الحاكم مسلم وأكو حملة تدافع عن الإسلام، المفروض الحاكم يفرح لو ما يفرح؟ المفروض إنه مو فقط يفرح، يدعم هذه الحركة، صحيح؟
لكن اللي صار بالعكس، أنهم وجهوا تهديد إلى الإمام الكاظم وإلى أصحاب الإمام الكاظم أن كفوا عن الكلام. زي هذيل عن شنو يتكلمون؟ عن الدفاع عن الإسلام، يدافعون، يردون الشبهات، يعني خلوا الشبهات تدخل وما مقبول منكم دفاع. فوجهوا تهديد حتى اضطر الإمام الكاظم سلام الله عليه أن يكتب إلى شيعته وإلى هؤلاء العلماء أن كفوا، لا تتحدثون ولا تتكلمون بأي شيء ما دام المهدي سالما حيا. يوم اللي ينطفي هذا الإنسان إلى جهنم وبئس المصير، نعاود الحملة من جديد ونذب عن الإسلام وحرم الإسلام إلى هاي الدرجة. هذا النشاط كان علني عند الإمام الكاظم. أكو نشاط ثاني عند الإمام ما كان علنيا، كان سريا. هذا النشاط السري كان يوجه أصحابه والثوار والقادة إلى بغض النظام الظالم. ما يقبل منهم أي ميل إلى الحاكم الظالم. سمعوا العبارة، الإمام الكاظم سلام الله عليه يلتفت إلى زياد ابن أبي سلمة أو سلمة، يقول له يا زياد، اسمع العبارة، يا زياد لوددت أن أسقط من أعلى شاهق إلى الأرض فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من شنو؟ من أن أتولى لأحدهم عملا أو أن أطأ لأحدهم بساطة. أي الإمام الكاظم كان يحرض الناس لا تشتغلون في الدولة الظالمة، دولة بني العباس، لا تشتغلون، طلعوا انصرفوا عن العمل. كان يوجه شيعة حتى إذا عدهم خلاف قضية يقول لهم لا ترتفعون للقاضي للمحكمة، لا ارجعوا إلى الفقهاء منكم، إلى العلماء منكم، إلى أئمتكم، إلى من يمثلهم، خذوا قضاءكم منهم. لاحظ، مع ذلك مكن علي ابن يقطين أن يعمل. لماذا؟ حتى يكون لإخوانه عزا. ولكن كفارة العمل مع السلطان شنو؟ الإحسان إلى الإخوان. الإمام الكاظم يقول لعلي ابن يقطين إذا ترك مجال للعمل، ولكن بشرط أن يكون الهدف من هذا العمل أن يكون الإنسان عزا لإخوته. فعسى كما يقول الإمام، فعسى أن يجبر الله بك كثيرا أو يكسر بك ثلما أو يكسر بك ثائرة على إخوانك المؤمنين. إذن الإمام الكاظم كان يحارب الدولة في السر، كان يحارب وكان يوجه الثوار إلى الثورة. اللي يستطيع أن يثور يقول له ثور، اتحرك. طبعا لا تفكر أن خلفاء بن العباس ما يفتهمون وما يعرفون المحرك، يعرفون أن الإمام الكاظم هو محط أنظار الشيعة بعد أبيه، ولذلك يعرف الذي يحركهم هو الكاظم سلام الله عليه. موسى الهادي الخليفة بعد أن ثار عليه الحسين ابن علي سلام الله عليه ورضي الله عنه، الحسين ابن علي ابن الحسن المجتبى سلام الله عليه، يعني من أولاد الإمام المجتبى، الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ثار في واقعة فخ على موسى الهادي، فجرت تلك المعركة التي هي أشبه ما تكون بواقعة كربلاء. كما جرى في كربلاء جرى في هذه الواقعة، لكن وجود الحسين في واقعة كربلاء بعد غطى على كل المصائب. الذي جرى على الحسين لم يجري على أحد، لا قبله ولا بعده. واقعة فخ كانت يعني بذاك المستوى من الألم، وأخذت النساء سبايا بقيادة زينب أيضا
أخت الحسين، ووصلت إلى الدواوين وعلقت الجنائز، صلبت الرؤوس كما فعل يزيد فعل الهادي، ومع ذلك ما اشتفى. كان يقول هذه الكلمة، يقولون ناقل كلمة الكفر ليس بكافر، بس أنا أريد أعرفك هؤلاء اشقد كانوا يحملون أحقادا على الأئمة. هذا الرجل وقف في مجلسه يقول بأن الحسين بن علي ما خرج علينا بالثورة يعني إلا بأمر موسى الكاظم سلام الله عليه. ليش اتهمت الإمام الكاظم مباشرة؟ قال لأنه صاحب الأمر في أهل بيته، هو صاحب الوصية في أهل هذا البيت. هذا البيت لا يحرك حجرا عن حجر، ولا يخرج بالسيف على خليفة، ولا يقاتل ولا يحارب إلا بأمر منه. القائد في هذا البيت والقائد منه؟ موسى الكاظم سلام الله عليه. بس قال هذا الكلام وانتهى؟ لا، قال قتلني الله إن لم أقتله. هذا أول شيء. ثم صار يتوعد، يقول والله، سمعوا العبارة أحبتي، والله لولا الذي بلغني من المهدي عن الدوانيق أنه كان يكرمه، يعني منه الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه كان يكرم جعفر بن محمد الصادق لما له من دين وتقى وعلم وشرف، شو تسوي؟ يقول والله لنبشت قبره وأخرجت جثمانه وأحرقته إحراقا. لاحظ، يعني يتوعد يقتل الإمام الكاظم ويحرق جثمان الإمام الصادق. وقف له القاضي أبو يوسف، قال له يا أمير، ليس هذا مذهب موسى ابن جعفر، ترى الإمام الكاظم أرفع مما تتصور، ما يحرض، هو يريد يهدئ الخليفة. قال اسمع يا أمير، نسائي علي طوالق، كل ثواني أنا أطلقها، وأموالي أتصدق بها في سبيل الله كلها، وعبيدي وجواري شو أسوي بهم؟ قال هم أحرار لوجه الله، وعلي أن أحج إلى بيت الله مشيا على قدمي، إن كان هذا هو مذهب موسى ابن جعفر. ترى موسى بن جعفر يحبكم، ما يرضى عليكم. إلى أن هدأ الظالم شوية، هدأ، لكن حبيبي هاي الثائرة الوين وصلت؟ أنت تعرف يطلع مثل هذا الخبر، يوقف هذا الخبر لو ينتشر، انتشر بأن فلان يتوعد ويقول كذا وكذا، وصل الخبر إلى أهل المدينة، والإمام الكاظم سلام الله عليه عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، عند قبر النبي يزور قبر جده، وإذا به يسمع أصوات بكاء نحيب. التفت إلى الناس، قال أيها الناس ما بكم؟ شنو صاير؟ قالوا له يا ابن رسول الله، إن الهادي يتهددك ويتوعدك، يريد أن يقتلك، وأنت قلبنا سيدي، وإحنا لا نقوى على أن يفعل بك ما فعل بآبائك. الإمام شاف الناس بهذا الألم، مباشرة توجه إلى القبلة، صلى لله ركعتين، ثم رفع يديه بالدعاء ودعا على ذلك الظالم، ثم التفت إلى الناس قال أيها الناس، ليفرج روعكم، لا تخافون. شنو؟ قال فوالله لا يأتي أول كتاب إلى الوالي إلا بنعي هذا الطاغية. وفعلا أول كتاب إجا محمول بأنه فلان هلك إلى جهنم وبئس. منو إجا بعده؟ هارون اللارشيد. وهذا مو فقط صب الويلات على رؤوس أهل البيت،
أكو فارق. واحد يصب العذاب ويأمر الجيش مثلا أن يفعل ويحرض جلاوزة مثلا أن يفعلوا، وواحد لا، هو بنفسه يشارك في المعمعة، هو بنفسه كان مشاركا. لما وصله أو لما ثارت ثائرته على الإمام الكاظم سلام الله عليه وعزم على اعتقال الإمام الكاظم، كان يستطيع أن يرسل جيشه لاعتقال الإمام الكاظم، صحيح ولا لا؟ لكن لا، خاف أن يسحر، تعبيرهم أن يسحر الكاظم جيشه بهيبته التي لا تفارق وجهه فينقلب الجيش عليه. ولذلك السوى قال أريد أن أذهب إلى الحج، هاي أحسن خطة، أريد أذهب إلى الحج. هو يعرف الإسلام حتى يحج؟ ما يعرف. إذن هو لا يريد الحج، ماذا يريد؟ الآن تتبين القضية. أريد الحج، تريد الحج روح، لكن تروح وتأخذ وياك أموال المسلمين، تفرغ أموال المسلمين، بيت مال المسلمين كل تشيله وياك، أي حج هذا رايح أنت؟ أنت رايح الحج روح، لكن ماخذ وياك كل الجيش حق شنو؟ أنت رايح الحج ماخذ وياك كل علماء البلاد، ماخذ وياك كل الشعراء المتزلفين. فعلا راح إلى مكة المكرمة، رزقنا الله وإياكم الوصول. بعد أن انتهى من مكة جاء إلى وين؟ إلى المدينة المنورة. شوف المخطط الرهيب الذي أقام عليه هذا الرجل لاعتقال الإمام. أول شيء نزل بالمدينة، السوى فرق الأموال على الناس، هو من جيبه مو من جيبه، أموال المسلمين فرقها على الناس حتى يشتري بها تعاطفهم. الناس تقبل منه، بعد فلان أعطاني كذا يقبلون من عنده. الأمر الثاني، اشترى زعماء القبائل العشائر، هاي العشيرة وهاي القبيلة، ها إذا اشترى زعيم القبيلة خلاص اشترى كل القبيلة، إذا اشترى شيخ العشيرة اشترى كل العشيرة. فاشترى زعماء القبائل والعشائر. بعد السوى هذا الرجل عمد إلى المعارضين المتمصلحين فاشتراهم وجذبهم نحوه. المعارضة نوعين، أكو معارضة شريفة وأكو معارضة شنو؟ متمصلحة، يعني تريد أن تصل إلى شيء فتكون شيئا مذكورا في الدولة. هذيلة هم أعطاهم مناصب وأعطاهم شنو؟ أموال، واشتراهم إلى. ثم بعد ذلك استعرض قوة الجيش في المدينة، قال لجيشه سووا مناورة، هاي المناورات الموجودة، ليش؟ حتى ينظر الناس إلى قوة الجيش، فإذا رأوا قوة الجيش بعد كل واحد يخاف أن يرفع عينه أو رأسه في وجه الجيش. استعرض القوة أمام الناس. بعد ذلك سوى بث أناسا من جماعته أن يثيروا الشائعات، أن يتحدثوا بالكلام السيء عن الخليفة، يتحدثون بالكلام السيء عن الخليفة حق شنو؟ هاي اللي يسموها بالون الاختبار. تجي الناس تثير الشائعات من جانب، وناس من جانب آخر تشيع ضد الخليفة. ليش؟ حتى يأتي دور العلماء المتزلفين، علماء أبو دينار تعبيرنا، مثل هاي العلماء شو تسوي؟ تصدر الفتاوى لا يجوز التعرض لمقام السلطان، لا يجوز أن يقف الإنسان في وجه منه الخليفة. لاحظ، وتجيك الشعراء كل واحد جايب إلى قصيدة شطول مولاي، ها، يمجد فيها الخليفة ويجعل الخليفة إلها يعبد من دون الله جل وعلا.
لاحظ بعد ما سوى كل هاي الأمور بقي أمر واحد، شنو؟ اعتقال الإمام الكاظم سلام الله عليه. النوبة إجا بنفسه إلى حرم النبي صلى الله عليه وآله. شوف أنت دائما في الروايات ما تسمع أنهم ذهبوا للإمام داره، لا، كانوا يأتون إليه إذا أرادوا في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإمام الكاظم ما كان يفارق حضرة النبي صلى الله عليه وآله. فجاءوا إليه، جهاد هارون ودخل، وإذا الناس مكتظة حول قبر النبي صلى الله عليه وآله. إجا حتى وقف عند القبر الشريف، صاح السلام عليك. المفروض يقول شنو؟ يا رسول الله، صحيح ولا لا؟ قدم، قال السلام عليك يا ابن العم. يعني شنو؟ يعني أيها الناس، ترى هذا اللي تعزوه وتحبوه، هذا القبر الشريف منه؟ ابن عمي. وبالتالي إذا كان أكو ميراث أنا أولى الناس، إذا كانت الخلافة مثلا تورث أنا أولى الناس، وبالتالي هذا التعاطف لازم ينجذب إلي. الإمام الكاظم سمع هذه الكلمة فأسرع وجاء إلى قبر رسول الله، رمى بنفسه على القبر الشريف، قال السلام عليك. ما قال يا جداه، قال يا أبتاه. يعني شنو؟ يعني إذا أنت تقول هذا ابن عمك، ترى هذا أقرب لي منك، هذا والدي، هذا أبي، أنا ابنه. السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. هذا زعل، عصب، لأن أكو صفعة إجت على وجه من الإمام الكاظم. السوى قال إني أعتذر إليك يا رسول الله عن أمر قد عزمت عليه. ما هو؟ قال أريد أن أعتقل موسى بن جعفر، أريد أعتقله. زين شنو تهمته؟ شنو جنايته؟ ماذا فعل؟ ها؟ خبرني، شنو لائحة الاتهام التي تقدمها للإمام الكاظم؟ اسمع لائحة الاتهام شنو؟ قال إني خشيت، يعني ذاك ما عنده دليل أبدا، إني خشيت، أنا عندي احتمال، أنا عندي خوف، إني خشيت أن يلقي بين أمتك ما يفرق بينها فتسيل الدماء. أنا خايف على أمتك يا رسول الله، على دينك، لذلك أنا أريد أعتقله. أنت تريد تعتقل عالم الناس تنهض وما تسمح لك، شلون تعتقل إمام؟ لذلك يوم اللي صارت الضجة انصرف، إجا في اليوم الثاني والناس مشتغلة بالصلاة. الإمام الكاظم كان يصلي بأبي هو وأمي، فصدر الأمر المشؤوم فاعتقل الإمام، قطعت عليه صلاته، ربط بالحبال، جر من أمام قبر رسول الله وهو ينادي بلسان الحال، أبا يا أبا في أمان الله، يا رسول الله في دعة الله. ما أدري أكو لقاء في الدنيا بعد هذا الفراق أم اللقاء بالآخرة. أجر الإمام وأخذ إلى وين؟ إلى البصرة على ناقة كان الإمام مجتف فيها على ظهرها، يسيرون به الليل مع النهار حتى رموه في زنزانة، ثم أصبح يتنقل في السجون من سجن إلى آخر، إلى أن جاء به إلى طامورة السندي ابن شاغك. هاي الطامورة تحت الأرض،
هاي الطامورة تحت الأرض مظلمة لا يميز فيها الليل من النهار من شدة ظلامها. أحبتي يوم من الأيام كنا بالعراق رزقنا الله وإياكم إن شاء الله الوصول. تعرف عادة إذا نروح العراق عندنا مزارات معينة صحيح لو لا نروح إلها. يوم من الأيام هذا السائق سائق الباص فاجئنا قال تريدون آخذكم إلى طامورة السندي ابن شاهك؟ قلنا إلى أنت تندل هاي الطامورة؟ قال نعم أندلها آخذكم. قلنا نعم خذنا إلى هاي الطامورة. قال اخذوا لكم مصابيح أضوية حتى تضوي لكم لأن المكان مظلم. أخذنا مصابيح وإجينا وياه مكان كبير مسيج بسياج والدخول بتذاكر تقطع تذكرة وتدخل إلى أن أوقفنا في مكان ننظر الأرض هاي مشلوعة شايليها يعني الأسقف كلها شنو مرفوعة حتى يصل نور الشمس وشعاع الشمس إلى الأسفل وهي مسيجة محطوط إلها شنو حواجز حتى لا يسقط طفل أو يسقط إنسان من الأعلى إلى الأسفل. قال انزلوا تعالوا آخذكم إلى الطامورة في أسفل الأرض. ونزلنا الأدراج بعد الأدراج إلى تحت الأرض. حبيبي اسمع احنا نقول في أنفسنا الشمس ضياء الشمس يدخل إلى تحت الأرض لأن ما في سقف موجود بعد ليش نشتري هاي الأضوية وهاي المصابيح؟ قلنا وين الطامورة يعني المكان المخصص الذي وضع فيه الإمام فأشار إلينا إلى جانب نظرنا هناك جبل هذه الجبل في فتحة تعبيرنا غار غار داخل الجبل. قال هذه هي الطامورة احنا جينا ووقفنا على باب هذه شنو على بابها على هاي الفتحة. حبيبي أقسم لكم بالله العلي العظيم وأنا على منبر أبي عبد الله الحسين احنا واقفين على باب هذه الفتحة ها ننظر وإلى الظلام في داخلها داخلها كل ظلام. احنا دخلنا عدنا مصابيح ومشينا خطوات قليلة والله وبالله وتالله وأنا على منبر الحسين سلام الله عليه شوية مسافة بسيطة بعد حتى المصباح ما ينفعك من شدة الظلام المصباح ما يفيدك ها؟ وشوية الخفافيش اجت في الظلمة وطلعنا خارج هاي الفتحة هذا الغار لكن اقسم بالله كل واحد يطلع من الفتحة طلع يبكي كلنا طلعنا نصيح. تعرف ليش نصيح؟ لان السقف مرفوع والشمس يوصل شعاعها الى الارض الى الاسفل ومع ذلك هذا الغار مظلم. بالله عليك يوم الإمام كان موجود والأسقف كانت موجودة اشكر كان الظلام في داخل هذا الغار. لذلك الكل طلع يبكي الكل طلع يصيح على الإمام الكاظم. حبيبي أكو في الأخبار في الروايات أن الإمام الكاظم لا يعرف الليل من النهار لا يعرف النهار من الليل. يقولون إذا شوية واحد يحمل قبس نار تعرف الجلاوزة مثلا واحد يشيل وياه شعلة حتى يضوي لنفسه الطريق فيمشي. يقولون إذا ظهر بصيص شعاع من شعلة نار واحد جاي يقول هاي في بعض الأخبار يقول يأتي الإمام إلى البوابة ها فيخرج رأسه منها لعله يرى ضياء فيأتي إليه السندي ابن شاهك أو جلواز من جلاوزته ويصفعه على وجهه. يقول له أدخل وجهك يا موسى أدخل رأسك يا موسى وهذا حال الإمام وهم قبلوا ما قبلوا لا ما قبلوا دزوا إليه سما قاتلا
بعد أن قاس العذاب في السجن، القيود، النوبة يدس إليه سم قاتل. أكو روايات تقول قال لعلي ابن سويد، ورواية تقول قال إلى المسيب، والمسيب نقل إلى علي ابن سويد. اسمع حبيبي، حينما سئل متى تخرج قال ضحى يوم الجمعة على جسر بغداد. حتى الشيعة تلتم تجتمع، النوبة التفت إلى المسيب قال له يا مسيب أنا ماضٍ إلى المدينة، أنا والهان على أولادي، أريد أودع أحبتي وأولادي. ترى كل أسير حبيبي إذا يسجنوه، كل إنسان يسجنوه يعطوه زيارة إلى أهل الإمام الكاظم، كان محروم من رؤية أولاده. قال له أنا ماضٍ إلى المدينة أودع أهل بيتي وأوصي إلى ولدي ثم أعود. قال سيدي أتوصيني أن أفتح لك الأبواب والجلاوز خلف الأبواب؟ قال يا مسيب أضعف يقينك فينا؟ قال سيدي سل الله أن يثبتني. قال اللهم ثبته. اسمع يقول المسيب نظرت إليه أشار إلى القيود انفتحت، أشار إلى الجدار انشق. يقول فخرج الإمام، وهي تحت الأرض لكن كل بإذن الله جل وعلا. يقول غاب عن عيني بعد أن أوصاني بوصية. شنو الوصية؟ قال أوصاني، قال إلي، قال لي إذا رجعت سأطلب الماء. هي علامة، إذا جبت الماء بعد ابتعد عني، اجلس على الأدراج مثلا. فإذا سمعت صوت بكاء ونياح فاذهب إلى الطاغية وأخبره أني قضيت نحبي. قلت سيدي بكاء من؟ أنت وحدك بهاي الزنزانة، بكاء من؟ قال بكاء ولدي وحبيبي الإمام الرضا. يقول راح شوية رجع ومعه شاب أشبه الناس به. يقول ولد جميل عرفته هو الرضا، جئت إليه بشربة الماء كما طلب. يقول بعد ذلك جلست على الأعتاب على الدرج وأنا سمعي موجه ناحية الإمام، فما هي إلا لحظة وإذا بصوت البكاء قد يرتفع، وإذا بالصراخ قد علا. يقول عرفي الإمام فارق الدنيا، لطمت على وجهي، لطمت على صدري وأنا أنادي وإماما. كفكفت دموع عيني ثم نهضت مسرعا إلى السندي ابن شاهك، أخبرته بأن ابن جعفر قد فارق الدنيا. يقول إجا ابن شاهك مع الجلاوزة وقبسات النار حوله، ووصلوا بعض الفضلاء العلماء يقولون يوم اللي وصل السندي إلى جسد الإمام رأى الإمام الكاظم ساجدا لله. يعني إمامي وإمامك فارق الدنيا في حالة السجود، في حالة السجود كان خاضعا لله تعالى. صار بعد ذلك يقولون فرفع اللعين رجله ورفس الإمام في خاصرته، قلبه على ظهره وهو ينادي انهض يا ابن جعفر. ما أجابه، انحنى عليه، تفرس في وجهه ورأى علامات الموت قد ظهره. قال اربطوا الحبل في رجله وجروه إلى سطح الطامور، فوضع الحبل في قدمه وجر على الأدراج. أيوة سيدة، أيوة إماما. هذا والشيعة وقوف على جسر الرصافة من بغداد
يرتقبون مجيء الإمام، قد لبسوا أفضل لباسهم، تطيبوا بأفضل طيبهم. أيها الأحبة، وكل يبارك للآخر. أصفت الناس على الجسر ترجو اجتيازه، والكل رفع راسه تنومس باعتزازه، ولنها حمامل أربعة تحمل، ولنها حمامل أربعة تحمل جنازة بقيودها من فعلة الأمة المشومة. وأصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، ذاك مشمت وهذا فوق خدمت، وح قلبي والجنازة لا حما من الأربعة، فوق ذاك الجسر ذبوا مهجتك يا مرتض، وقف يم جنازته نسويت وياه الطبيب، شال شفيده وشمه واعتله من النحب، وقال هذا لا عشيرة لو بلدتكم غريب. كان تسأل عن سبب موته، ترى بالسم قضى صفق شفينه ندب، والجيب عاجل مزقه، قال هو شيخ العشيرة والعشيرة مفرق، شتتوا وضحت منازلهم خلية مغلق، ريت حاضر لو يشيل جنازة أعزز. يلا يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقي، يلا يا خلق شفتوا جنازة على حمام الأربعة، تبجي على حالتها حول سليمان صارخ من سمع ذاك الند، قال خبروني الصاير ذاك بيرحبل، قال ول على الجسر صوبين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجاز مدد يتفر، قال جيبوها بعجل لي ترى تزلزل، هذا من بيت النبوة البيدهم حتفل، وجهزوا شيخ العشيرة بالمعزة وغسل برد أخب 20,000 موسى بنجح فرشفنا، نادى لم حشم يا شيعة إمامكم قوموا، نادى لم حشم يا شيعة إمامكم قوموا احملوا، طلعت الشيعة بضجة للسرير معرض، وويلاه وما حلى مشية الشيعة من وراء نعشل، كاشفين الروس جملة نشراسه، والنساء نشر شعرها والزلم تلطمل، لا إمام بالسجن ميت وما حد غمض. شيعتون الإمام القاضي،
شيعتونا حملتون الجنازة. ترى الشيعة رفعت الجنازة من على جسر بغداد في هيبة في عزة في وقار، وضعوه في ملحودة قبره. لكن وين الشيعة عن غريب كربلاء؟ وين الشيعة عن الحسين؟ وزينب واقفة تنادي يا قوم ما فيكم مسلم، وعن غريب الغاضرية وين راح شيعته؟ شال حضرة قبل ما تدوس العوادج يسمعوا زينب تنادي من يشيل جناز. جثته ظلت على حر الصعيد مجرد. أدري تأخرت عليكم 5 دقائق مو أكثر. أريد أواسي جرح الزهراء فاطمة. اليوم أنت محزون، الزهراء أم أولى بالحزن. نوحي على باب الحوا يجي زجية، شقي عليه الجيب من عظم الرزي. مثلك الكاظم صار يوم من الحسن مظلوم. مثلك الكاظم صار يوم من الحسن مظلوم. ما شاف في الدنيا هدني يا غير الهمو، وبسجن مظلم قطعوا كبده بالاسم. وما حد حضر غمض عيونه للمني، ما حد حضر غمض عيونه. بطامورة السندي قضى ولدك حياته، بصمى نهار ينقضي وليلة بصلاته. ريتك حضرت منازعة ساعة وفاته، بقيوده يتقلب وجب دم التضية، بقيوده يتقلب وجب. من بعد ما عالج الكاظم طلعت الروح، نعشى بحقد خلوه فوق الجسر مطرو. من بعد ما عالج الكاظم طلعت الروح، نعشى بحقد خلوه فوق الجسر مط. ومن هلت الشيعة علي الدمع مسفوح، نادى المنادي ماتمة من رافضية، نادى المنادي. اسمع فوق الجسر عشان رفع فرجة إلى الناس، فوق الجسر نعشان وضع فرجة إلى الناس. ما بس ما بقى عاري ولا من انقطع راس. فوق الجسر نعشان وضع فرجة إلى الناس، بس ما بقى عاري ولا من انقطع رأس. لفت توب مثلث فاده ولا انداز،
لفتته بمثلث فده والانداس جده يا ويلي انطحن صدره وجده يا ويلي انطحن صدره بلا عوجيه جده يا ويلي انطحن صدره اسمع دايم يا زهره على اولادك نهمل العين نبكي على عيونك بدهشة وعلى الضلع وعظام علينا لينا عالنعي فاطمة وعظام علينا لينا عالنعي ولا يوم عدنا مثل يوم الغاضري أحلى يوم عدنا مثل يوم اسمع نعش بن جعفر مشت من خلف رجاجي وارتفع منهم بالبكا لاجله التهليل ما ظل على الرمضة يا زهرة بغير تغسيل ما ظل على الرمضة يا زهرة بغير تغسيل جسمهم بضع والدمة من نجري جسمهم بضع والدمة من وحسين كم من يوم ظل مرمي ولا انشى ونداس صدره وارتفع راسه بعسه وانحرقت خيامه وعي وانحرقت خيامه وعيته ما شافت اغوى وام الخدر اختمشت بعد سبي وام الخدر اختمشت بعد اخر بيت شيعة الكاظم شيعوا نعشق بهيبة شيعة الكاظم شيعوا نعشق بهيبة معاينا وفجر قرع ثغرة بقضيبة شيعة الكاظم شيعوا نعشق بهيبة ومعاينا وفجر قرع فاغرب قضي وما صارخ اخته اخ ما صارت اخته من بعد عنا غريب وما صارت اخته من بعد عنا غريبة وما ماتت بحسرة على راسه رقية وما ماتت بحسرة على اللهم تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق حبيبك المصطفى محمد والآل صلواتك ربي عليه وعليهم أجمعين أبائي إخوتي الله يحفظكم من طيل أعماركم إدارة المأتم تريد أن تجمع إلى المأتم جزاكم الله خير الجزاء إدارة المأتم تريد أن تجمع إلى المأتم لا تقصروا حفظكم الله اللهم تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق حبيبك المصطفى محمد والآل صلواتك ربي عليه وعليهم أجمعين إلهي أقضي حوائج المحتاجين
أدديون المديونين، امن بالشفاء العاجل على جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من خصصناهم بالدعاء. إلهي شافهم بشفائك، داوهم بدوائك، عافهم يا ربي من بلائك، من علينا وعليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. إلهي شافي مرضانا، داوي جرحانا، ارحم شهداءنا وموتانا. إلهي فك أسرانا، إلهي فك أسرانا، إلهي فك أسرانا، إلهي رد كل غريب إلى وطنه، وكل مفصول إلى عمله، وكل أسير إلى أحضان أمه وأبيه وأهله وعشيرته. جماعتي الحاضرين والمؤسسين والمستمعين، اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أعمارهم وأولادهم وأموالهم ومن تحوطه عنايتهم وتشمله رعايتهم، لا سيما يا ربي في أعراضنا وأعراضهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إلى موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، للجميع نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.